محاولة خطيرة ومحاولة، ولكن كرة تصل إلى الحارس. المرمى خالي، الهدف يدخل بدون صعوبة، الكرة في الشباك. يتقدم في هذه اللحظات دانييل بوتينسي. اوهو يا رب على التصدي، بوركي يتدخل. كرة خطيرة على المرمى، بينية في مكان سليم. مستحيل، ما هذه الروعة! الله على الهدف، على النهاية، على المهارة. هدف خيالي استثنائي نشاهده في هذه اللحظات. فرصة خطيرة هنا وفي المرمى، هدف من لوكاس مورا أمام المرمى. لا يهدر هذه الكرات، يعشق تسجيلها بكل تأكيد. قوة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة. فرصة خطيرة هنا، يتقلص الفارق. كل شيء ممكن الآن، الوقت كافي لتعديل النتيجة، لتعديل الكفة في هذه المباراة. هجوم لمصلحة توتنهام، يلعبها. يا الله، مستحيلة هذه الكرة! الله على الهدف، على المهارة في التسجيل، على هدف استثنائي، مهارة استثنائية. قد نشاهد فرصة في هذه اللحظات. يا رب على كرة في المرمى. Questions for you. Thanks for the questions. Sun Hyung. هاري كين. دينيالي. تصويب الآن، والكرة في المرمى.
يلعب ضربة الجزاء بثقة في المرمى. النتيجة الإجمالية مشاهدينا هي 6-2 في هذه اللحظات. محرز مازال يبحث عن المساحة. يا رب على هذا التصدي يا لوريز. كرة بيلعب لبينية جميلة، رأسية حلوة لا تصل للشباك، تنتهي بجوار المرمى.